يقول صار هم بعض الشباب الكلام في العلماء والتجريح والتتبع عثراتهم كأنهم يطلقون على البعض أنه كذا أو كذا. المقصود أن على المسلم أن يحرص على عمله، وأهم مع الإنسان نفسه وما يخلصها وينجيها، ويترك الكلام في الآخرين، فإعراض المسلمين حفرة من حفر النار. وهذا ملاحظ، بعض الناس إذا اختلفت معه في وجهة نظر انقلبت جميع الحسنات سيئات، ولا يقبل منك صرفا ولا عدلا. يأخذ هذه وجهة نظر، يمكن هو المصيب وأنت المخطئ، ويبقى أن الإسلام ولله الحمد فيه شيء من السعة، وفيه مجال للاجتهاد إلا ما ورد فيه النصوص، والإنسان مأجور على اجتهاده ولو أخطأ ولله الحمد. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل. فالمسلم عليه أن يحرص على المحافظة على أعماله الصالحة التي سعى في جنبها، ولا يكون مفلسا. فالمفلس من يأتي بأعمال في رواية الجبال، صلاة صيام صدقة وبر وأمر بالمعروف عن، ثم يوزعها يعطي فلان وفلان وفلان وعلان، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من سيئاته وهذا من حسناته، خير فانتهت الحسنات يضاف إليه من سيئاته. الحديث الصحيح، والله المستعان. على كل حال، أعراض المسلمين كما قرر أهل العلم حفرة من حفر النار، فليتق الله سبحانه وتعالى طالب العلم على وجه الخصوص، ولا يدع نفسه حكما على العباد. لا مانع أن ينبه الإنسان على الخطأ، وأن يقال فعل كذا خطأ. منهج شيخ الإسلام رحمه الله التشديد على البدع وأهلها، والرد على المبتدعة بقوة وتقليد أقوالهم، لكن إذا جاء للأشخاص وهم متلبسون بهذه البدع التمس كثير منهم الأعذار. فرق بين أن تتكلم عن الفكرة وأنها مخالف للشرع بدليل كذا وكذا إذا كان في أدلة، أما إذا كانت وجهة نظر فتبين رأيك ولا تفرضه على أحد.